الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يدرس في الجامعة ويخرج قرابة الساعة 12:30، يقول ثم أصلي الظهر وأنام ولا أستيقظ فتفوتني صلاة العصر، حيث أنني أسكن في شقة وليس لدي أحد يوقظني، فهل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر خوفا من خروج الوقت؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، والمتقرر عند العلماء أنه يسوغ في الأمور العارضة ما لا يسوغ في الأمور الدائمة الراتبة المستمرة. وبناء على ذلك، فإذا احتجت في بعض الأيام إلى أن تجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم فلا حرج عليك، لكن لا تتخذ ذلك عادة دائمة مستمرة، وإنما تجعله في الأيام التي فعلا تكون محتاجا إلى أن تجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم. وإلا فالأصل أن الواجب على المسلم أن يصلي كل فرض في وقته من غير جمع، لكن إذا اضطررت في بعض الأيام لا على وجه الديمومة والاستمرار أن تجمع العصر إلى الظهر تقديما لوجود بعض الظروف التي تجيز لك الجمع ولوجود الحرج عليك في التفريق فلا بأس عليك. فإذن هذه الفتية مبنية على أمرين: مبنية على أنك متى ما وقعت في شيء من الحرج وكان الجمع أرفق بحالك فإنه لا بأس عليك، ومبنية على ألا تتخذ هذه الرخصة عادة دائمة مستمرة. فأرجو أن تنتبه للأمرين، فلا تأخذ بالجواز وتترك الثاني. فلك أن تجمع إذا احتجت وإذا اضطررت ووقع عليك الحرج، ولكن لا تتخذ ذلك عادة، فعليك أن تجاهد نفسك على الاستيقاظ لصلاة العصر في وقتها. وإذا كنت لا تستطيع فعليك أن توصي بعض إخوانك ليتصل عليك أو ليطرق عليك الباب، أو أن تذهب للمبيت في المسجد أو للنوم في المسجد حتى تستعين بالله عز وجل إذا سمعت الأذان أو يوقظك الإمام أو المؤذن. فعليك أن تعظم أمر الصلاة، وأنا أجزم بأنك لو عظمت أمر الصلاة حق التعظيم المراد لله عز وجل فسوف تستيقظ مباشرة حتى وإن لم يوقظك أحد. فلا تجعل الصلاة ثقلا عليك، لا تجعل الصلاة ثقلا عليك، بل احرص عليها وفقك الله وسيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. والخلاصة أن لك أن تجمع إذا وقع عليك الحرج، لكن لا على وجه الديمومة والاستمرار، بل عليك أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها، والله أعلم.